بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما زلنا مع الديزاين باترن بتاع الفيو، الموديل فيو، فيو موديل. وقلنا ان الفيو والموديل، الموديل بالنسبه لنا دلوقتي ملف الجيسون ده، كاستمرز دوت جيسون، دي الداتا المفترض دي تتبعت للفيو موديل عشان الفيو موديل يبدا يتحكم فيها. فتتبعت ازاي بقى الموديل للفيو موديل؟ ديت المفترض ان الداتا دي تتاخد وتتحط جوه الكود بتاعنا. اللي بيقوم بالعمليه دي مش النوك اوت، النوك اوت فيو موديل هيشتغل على الفيو موديل، لكن احنا عايزين نستدعي اللي بيستدعي عندنا هو الجيكويري او الايجكس اللي هي جافا سكريبت العاديه زي ما انت تحب. فانا هنا هبدا استدعي ملف الجيكويري اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، جيكويري دوت مينيمم دوت جي اس، لان انا هستخدمه ان هو اللي جيت لي الداتا خلاص. فانا هرجع كده لملف الكاستمر الفي ام الفيو موديل وهمسح كل الداتا اللي كانت موجوده، لان احنا طبعا خلاص بقى عندنا الداتا موجوده في ملف اسمه كاستمرز دوت جي اس. فانا لغيت زي ما انتم شايفين كده بقت كاستمر دوت كي او دوت اوبزرفبل اري، وخليت الاري بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي دلوقتي حاليا فاضي. طيب انا دلوقتي عايز في الحته دي اعمل ايه؟ اعمل الجيكويري ينادي لي على الداتا بتاعه الجيسون ويحطها في الفاريبل ده. فعملت علامه الايه؟ الجيكويري الجميله الدولار ساين، وقلت له ايه؟ جيت جيسون، وبعديها بحدد الباث او المسار بتاع الملف اللي انا عايز اناديه. فانا طبعا عايز انادي على موديل وجواه كاستمر كاستمرز دوت جيسون، ده الباث. او لو انا طبعا على 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 يعني على يو ار ال مختلف، هكتب اتش تي تي بي نقطتين كول او الى اخره خلاص. وبعد كده عملت ارو فانكشن بتستقبل بارامتر اللي هو الداتا بتاعتي خلاص. المفترض طبعا هو هيحاول يجيت من المسار ده الداتا، والفاريبل اللي اسمه داتا اللي احنا عملناه ده او اي اسم تاني هو ده اللي هيبقى بقى ايه؟ شايل الداتا اللي استدعتها مين؟ الجيكويري او الايجكس بمعنى ادق خلاص. فهتكل الداتا، فانا عايز اعمل ايه؟ خلاص الداتا دي كلها على بعضها اللي احنا شايفينها دي بالنسبه لنا هي اللي هتيجي اللي هي جوه كاستمر داتا دي تمام، وتتحط جوه مين؟ وتتحط جوه يعني تحط جوه الفاريبل اسمه داتا، وانا عايز بقى احطها جوه الكاستمرز دي. بس انا هسميها المره دي كاستمرز داتا زي الايه؟ زي فايل الجيسون خلاص. فهاجي هنا وعامل ايه؟ اقول له شايف الفاريبل اللي اسمه الاول الداتا اللي عندي زي ما اتفقنا هي دي شايله البيانات، فهقول له كاستمر فيو موديل اللي هو الفاريبل اللي فوق خلاص دوت كاستمر داتا. خلاص عرف الكاستمر ده المفروض اقول بيساوي الفاريبل اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه داتا دوت الكاستمرز داتا. يعني اخدت من البيانات اللي راجعه لي الكاستمر داتا وسلمتها جوه الفيو موديل للكاستمر داتا. بس طبعا في النوك اوت ما بنقولش بيساوي، بنحط قوسين، يعني اكنك اعتبرتها فانكشن. يعني الكاستمر داتا دوت كبروبرتي لا، اعتبرناها فانكشن، وده الشكل المعتاد بتاع مين؟ بتاع النوك اوت. طالما عرفت الفاريبل فوق هو ما بياخدش بيساوي، اكنه بقى فانكشن عاديه. فالجي كويري طبعا لازم تكون متعرفه برده، خد بالك ان تكون متعرفه قبل النوك اوت، لان هي هتشتغل جوه النوك اوت، فلازم تكون ايه؟ اتحملت قبل النوك اوت ما يقوم خلاص. فاخدنا الداتا وحطيناها جوه الكاستمر ايه؟ الكاستمر فيو موديل. انا اجرب بس كده اعمل لك كونسول دوت دوت لوج مثلا عشان واطبع فيها الفاريبل اللي اسمه داتا، عشان يبقى في الكونسول برده شايفين الداتا اللي ايه؟ اللي اتحملت، بس مش اكتر من كده. هو الكود البسيط ده جدا. فادي الداتا اهي، اعمل ريفريش، الداتا جات لي زي ما هي. بس انا هخش المره دي على الكونسول خلاص ونشوف الداتا اللي جات لي ايه. نعمل الاول كنترول اف 5. طب نرجع تاني عشان المسار ما كانش مظبوط، انا لازم اقول له اطلع بره الفولدر، خش على الموديل، خش على كاستمر دوت جيسون. هنا اهو ما عرضش، مش مهم ان هو ما عرضش لان ده طبعا ما لقاهاش، هو ما عرضش ده صحيح، لانه قال لي الـ 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 في حاجه اسمها كروس اوريجن انت بتنادي منك فيك، فطبعا اليو ار ال مختلف. طبعا لو انا بنادي على سيرفر دلوقتي مش هيحصل معايا المشكله دي، يعني لو بنادي مش هيحصل معايا المشكله دي. اما عرض البيانات طبعا، لان انا بنادي على حاجه اسمها كاستمرز، والكاستمر فيها كاست نيم وكاست ديتا وبتاع، والكلام ده مش موجود، فالعرض مش هيشتغل ده العادي، لان العرض محتاج لسه تظبيط بقى، لان الاتريبيوتس كلها اختلفت. اما الايرور بتاع الكروس اوريجن ده طبعا سكيورتي، عشان بس احنا بنادي على مننا فينا، فهو بيبقى عنده مشكله في السكيورتي بما اننا لسه موجودين على نفس الجهاز كله. لكن لما يكون ده متقسم على سيرفرات مش هيحصل عندي مشكله. فالديفايه بقى اللي احنا كنا عاملينها بتاعت الكولومز دي كلها المفروض تتشال، المفروض تتشال، لان الحته دي كلها العرض بتاعها دلوقتي هيبدا يكون مختلف، هعرض بيانات مختلفه والى اخره، هعرض بيانات مختلفه والى ايه؟ والى اخره خلاص. فالبيانات بقت مختلفه، فالعرض لازم يكون مختلف. انا بس بوريك الفكره ان كده كده المشكله مش في العرض. فاحنا كده استدعينا، هنشوف بقى حل مشكله الكروس اوريجن ازاي عشان يبدا يجيب لي الايه؟ يجيب لي الداتا اللي هو بالفعل جابها، بس هو السكيورتي اللي موقف الحته دي. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.